مثل حركات طويله بعد الفاصل. لا لا، واحد إن يقول انه نازل ويا خويه من الطائف على ظلم معهم جمس، ايوه مبطي ذا الكلام، فوقفوا محطه وثم وقفوا في ظلم على محطه في ظلم وعبوا بنزين وريحوا ومشوا. فيقول يوم مشينا مسافه ولا والله هذا اللي واقف على الشارع العام حرمه، فصارت تشر وقفوا برد شو موقف سكات نزلني الرجال ومشى زعل. وشلون؟ لا هو كانت نايمه ورا والرجال وقف اكرمكم الله يطير الشراب او يقضي حاجه، انزلت هي ورا، هو ركب ما شافها نازله ويدعس ويدعس يدعس لين جاء التفتيش. هم ركبوا الحرمه يقول برد، الرجال خوينا ذا يقول لي جنب خويي وخليته على الباب، يقول وندعس والرجال لين جينا جنبه نولع اللمبه نبغى يوقف ما التفت، نضرب له بوري نروح قدامه مره، يقول خفنا انه يصير ثم يصير الحاد. يقول لين وصل التفتيش، يقول يوم وصل التفتيش ولا الرجال يركض للعسكر قال هذا قطعين طرق يلاحقوني من الطائف، يقول انا شافهم وراهم من الطائف وانهم يلاحقوني وكل ما وقفت عند محطه وقفوا فكوني من شره. ولا يقول احنا الحرمه انزلت راحت للسياره، يقول نزلنا يقول احنا نعرف اللي في التفتيش من ربعنا وظاهر البجاديه او عفيف عفيف اي خط وين، فيقول سلم على اخويانا ولا الرجال هذا ليهم وكذا. المهم شافوا له والله الحرمه جايه تمشي وتركب، يوم هذا الرجال ينبهر وروح يشوف له الحرمه ما فيه، قال انت يا خبل تارك الحرمه على الخط موقف تارك حرمه رايح، يوم دقق والله يوم الاهي على جنبه اغمى عليه اغمى عليه اي والله صدمه. المهم يرشونه ويقوم يقول انا احسب انهم لاحقوني من الطائف، يقول انا خايف منهم وتوه بارز وشباب، ويقول شوف ذول الجمس احمر عبرتين ويقول اشكالهم عاد شوي، فيقول قلت هذول يناويني ويوم ما يلتفت مستحي هذا ما مستحي خايف ما يبي يلتفت عليهم كني ما شفتهم الروعه والله يا ابو والله ما الا ما الا. فاقول لك انطلق طلعنا فاصل اقول وينهم معهم الكيبل هنا فاصل ونواصل. أيوة. كويسه كذا ولا